السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نعمل إكسبورت وإزاي نطبع من الريفت. الشغل غالبا بيبقى مطلوب أوتوكاد، فبعد ما بتخلص شغل ريفت بتصدره للأوتوكاد على أساس الناس تشتغل بيه في الموقع. طيب هاجي هنا أقول له أوبن وأبدأ أفتح الملف بتاعي. هوت لازم يجي لي هنا كرييت نيو لوكال مدام شغال في ملف سنترال. طيب أقول له اوبن، بيقول لي هو مفتوح قبل كده اوفر رايت اكسيستنج كوبي ولا ابن تايم ستامب. هنا هيشوف اخر ملف لوكال ويكتب عليه. هنا اخر ملف لوكال هيبدا يحط جنب كلمه التاريخ، يعني مثلا لو اسمه اكس هيبقى اكس شرطه وبعد كده التاريخ بتاع النهارده وبعد كده ده ابن تايم ستامب، ده هيبقى فيه لوكال جديد بحيث يبقى فيه اكتر من باك اب تقدر ترجع لها لو في مشكله حصلت فيه الملف لا قدر الله. طيب دلوقتي مثلا انا عايز ابدا اعمل بس شيت، فخلينا مثلا نيجي هنا في شيت واقول له نيو شيت وابدا اختار الشيت اللي انا هشتغل عليه. لو انت ما لقيتش شيتات موجوده هنا هتقول لوت وهتدور على تايتل بلوك وتختار حسب المقاس اللي انت عايزه. طيب انا هقول له اوكي وهتبدأ تفتح لي الشاشة بالشكل دوت. طيب خلينا نبدأ نشتغل شوية على التايتل بلوك، ولو أصلا مفيش تايتل بلوك تقدر ترسمه. هو التايتل بلوك عبارة عن إيه؟ عن خطوط زي ما أنت شايف وتكست ومكتب فيه صورة موجودة. فأنت هتيجي هنا تقول له إديت فاميلي وتبدأ بقى تحط شعار الشركة بتاعتك، تبدأ تحط الكتابات اللي أنت عايزها، الخطوط اللي أنت عايزها زي ما أنت عايز. طيب لو أنا عندي لوحة أوتوكاد مثلا موجودة للتايتل بلوك يبقى هتقول له انسيرت ومش هتلاقي لينك كاد موجود، هتلاقي امبورت كاد، لان انت هتحتاج ان انت تفجر الملف دوت. فهتقول له دوت امبورت كاد وتدور على لوحه الاوتوكاد اللي انت عايزها، واول ما تيجي هتفجرها زي ما اتعلمنا في الدروس بتاعت الكاد. طيب وبعد كده هتبدا ترسم تقدر ترسم كل الخطوط والتكست وكل الحاجات ديت. هتلاقي هنا في كرييت هتلاقي ان انت تقدر تعمل لاينز زي ما انت عايز، تقدر تحط ليبل وتقدر تحط تكست وتقدر تعمل تشيك سبيلنج او زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تعمل ليبل، يعني ايه ليبل؟ يعني انت عايز كل الكلاينت نيم مثلا بدل ما تقعد تكتبه واحده واحده، لا يبقى ينفع ان هو يتغير معاك. فتيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اضيف ليبل كرييت وتقول له ليبل وتبدا تحط الليبل مثلا بتاعك هنا. فيقول لك انت عايز الليبل ده عباره عن ايه. خلينا مثلا نفترض ان هو عباره عن مثلا البروجكت نيم والبروجكت ستاتس والبروجكت نمبر وكل الحاجات اللي انت عايزها، واخليها بس في بريك داون اهو زي ما انت شايف، واقول له اوكي. هيبدا يحط لي التلاته بشكل دول ده تايم سيلكت، تدخل على ايديت تايب عشان تكبر التكست وتغير مثلا تقول لا ده انا عايز ده مثلا باللون الازرق اه بالشكل ده. طيب لو انا حملته قلب المشروع هيبدا يظهر لي بالشكل ده. طيب انا عندي هنا البروجكت ستاتس والبروجكت نيم ما كتبوش، انا يعني عايزهم ياخد المعلومه دي. طب ياخد المعلومه دي منين؟ خلينا نروح لقناه مانش واقول له البروجكت انفورميشن، فين البروجكت ستاتس؟ اهي مكتوبه بروجكت ستاتس. طب سميها مثلا اكس واي مثلا، تمام. طيب البروجكت نيم ممكن نسمي ده مثلا مثلا بيراميدز، ولا باش بيراميدز احسن تفتكروا حكايه مع النادي مثلا. خليها مثلا ايجيبت، تقول له اوكي هيتكتب على طول. وده طبعا في كل المشروع كل الشتات تتغير اوتوماتيك، فدي ميزه ان انت تشتغل على الموضوع البرامتر. هتلاقي كلمه ايجي بتاعتي اتغيرت هنا، تمام. طيب هرجع للشيت هلغي دوت. طيب وبعد كده عايز انا احط هنا مثلا جدول بالحاجات اللي صدرت، فتيجي هنا على سكادول، تمام. عايزين نعمل سكادول من قائمة فيو، هلاقي هنا عندي الريفيجن سكادول. تبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت محتاج ان انت تحطها في الشيب بتاعك، مثلا الريفيجن والنمبر والديسكريبشن والديت، اوكي. فيبدأ يعملهم لك بالشكل ده. طبعا هي تبقى فاضية وهتتملي لما تحطها في قلب المشروع بتاعك.
فهتيجي هنا وتسحب الريفيجن للوحة بتاعتك بالشكل دوت، وتبدأ تشوف المساحة اللي انت محتاجها قد ايه مثلا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له هعملها لي في المشروع، هتحمل بالشكل دوت. وبعد كده اي ريفيجن هيبدأ يظهر معايا هنا، خلينا مثلا نحط اي دور مثلا منسوب الدور الارض مثلا، هقول له اعمل لي منه دبل كيت. هسحب ده وابدأ احطه هنا بالشكل دوت. طيب لو في ريفيجن موجود هنا، حاولنا ان احنا نعمل الريفيجن كلاود، هتبدأ تختار الريفيجن اللي انت تشتغل عليه. فهو اوتوماتيك بيضيف لك الريفيجن اللي موجود، هيضيفه لك هنا. لو انت عملت سيلكت بره فاضي خالص وقلت له ايديت، هيبدا يجيب لك الريفيجن اللي موجود. ولو هو مش موجود الريفيجن ده في قلب اللوحه، تقدر تعلم عليه عايز يظهر معاك ولا ما يظهرش. طبعا انا افضل ان هو يظهر بس الريفيجن اللي موجود هنا. تمام، احنا اتكلمنا على موضوع الريفيجن دوت في الدروس السابقه. طيب من المهم جدا ان احنا نهتم بموضوع التسميات، يعني قبل ما نيجي نطبع ممكن نلاقي ان احنا محتاجين نغير طريقة التركيب ده مثلا رقم اللوحة. ممكن نلاقي ان رقم اللوحة ده مش هينفع بالشكل دوت، ان احنا محتاجين نرقمه بشكل اخر. بناء على ايه؟ بناء على الكود اللي احنا شغالين بيه. كل مشروع لازم يتبع كود، والا كل واحد هيسمي التسميه اللي على مزاجه. فواحد يسمي مثلا المعماري اي ار، واحد يسميها اي ار سي، واحد يسميها اي، فلازم نكون متفقين على عدد الحروف اللي هنشتغل بيها. طيب على سبيل المثال مثلا ده كود من كندا، بين بروتوكول فور ريفيت، وطبعا هو ماشي على الكود البريطاني زي ما هو ماشي بالظبط. ماشي، طيب يعني ايه فكرة الكود؟ فكرة الكود ان هو بيدلك على طريقة التسميات وطريقة الفيو هيبقى سمى ازاي، الشيت هيسمى ازاي، وهكذا. في بداية المشروع هنعمل حاجة اسمها بنكشن بلان، ده عبارة عن زي اتفاق او عقد على الاهداف اللي مطلوب تحققها من الموديل دوت او من شغل البيم، والحاجات اللي هتسلم، والبنكشن بروسيس، العمليات اللي المفروض تتم عشان نخلص شغل البيم، ونعرف ايه الاستخدامات المطلوبة للمشروع اللي شغالين فيه. زي مثلا هل انت عايز تعمل في المشروع دوت مثلا سايت اناليسيز، انرجي اناليسيز، لايتنج اناليسيز، ممكن كل الحاجات دي تطلب، وممكن يقول لك لا انا في بعض الحاجات اللي انا مركز عليها، انا كمالك مركز على نقط معينة او في نقط معينة تفرق معايا. ممكن واحد مركز مثلا على موضوع الاستدامة، ممكن واحد يركز على الفاسيلتي مانجمنت، ممكن واحد مركز على الوقت، ممكن واحد الوقت مش فارق معايا بس الفلوس هي اللي فرق معايا، وهكذا. طريقة تبادل المعلومات وطريقة الاستلام وطريقة ال ال دي والبرامج اللي احنا نشتغل عليها، وهل لازم تشتغل برنامج معين ولا لا لازم تطلع شغل بيم وخلاص. تمام، كل الحاجات دي بتبقى موجودة فيها. والكاد دروينج كونتنت حاول تتجنب، يعني بقى بعض الحاجات اللي هتفيدك ان انت تعمل شغل كويس، حاول تتجنب ان انت تعمل امبورت للكاد، اول ما تخلص لازم تلغيه لان وجوده بيعمل مشاكل. لو في اي ملف كاد بيستخدم البروكسي اوبجكتس، رسالة الخطأ اللي بتظهر حاول ان انت ما تدخلوش اصلا او تعالجه قبل ما تدخله. كات فايل شود بي بيرج، تعمل له بيرج اوديت قبل ما تدخله. الاكسريف قلله، بايند اكسريف ده في لوحة الاوتوكاد مش بنتكلم على الريفيت، في لوحة الاوتوكاد لو في كذا اكسريفات حاول تعمل لها بايند وتدخلها كبايند. تمام، لو في اس اتش اكس فونت حاول ان انت تتجنبه، قلل استخدام الكاد على قد ما تقدر. والشيت اهتم بان انت تظبط البروجكت لوكيشن والسايت كوردينيشن، ويكون كل الملفات الريفت في نفس المكان. اللينكد موديل وهكذا. الموديل اند داتا اورجانيزيشن، هنظبط الحاجات بتاعتك ازاي. لازم يكون السوفت وير كله حاجه واحده، الهارد وير كله حاجه واحده.
الورك سيت اللي احنا اتكلمنا عنها مسبقا. هنا بقى في الكود بيبقى بقى يديك طريقه تسميات، يعني يقول لك في روح للسكشن 8.2 هتلاقي الورك سيت نيمنج هتبدا تشتغل بيها طريقه تسميه الورك سيت، بحيث اول ما ابدا ابص كده دي مقصود بيها ورك سيت كذا. هل انت لازم تلتزم بيها؟ ما دام انت في العقد مش ملزمك خلاص ممكن ما تلتزمش بيها، الزامي بس انت تلزم نفسك بيها عشان شغلك يطلع مظبوط. تمام. بيقول لك انت لما تسمي ورك سيت اي حاجه حاول تحط كل الحاجات اللي بالاسم ده في المكان دوت. هو في الريفت ما بيحطهاش تلقائي، انت لازم تتاكد ان كل حاجه محطوطه على الورك سيت بتاعتها. وكل الفري بتاعك لازم يبقى عنده سيفت تو سنترال وسيف كل ساعة، اللي من كده ممكن تخليها كل نص ساعة وهكذا. إدارة بقى العناصر اللي تعمل لها بورور، حد يستلفها يرجعها وهكذا. انت الاونر للجزئية دي، ممكن بورور تبقى انت تستلف حاجات من حد، يبقى انت مش قادر تفتح ما حدش يقدر يفتح يقدر يشتغل على الحاجة اللي انت معاك. طيب ممكن نبقى نخصص محاضرة كاملة للكود دوت. البروجكت فولدر تقسيم الفولدرات اللي انت تشتغل عليها. فبيقول لك مثلا انت عندك هتعمل حاجة اسمها ريسورسز، هتحط فيها التايتل بلوك والستاندرد والتمبليت والفاميليز، جوه الفاميلي هيبقى فيها معماري انشائي كهروميكانيكال وهكذا. بس طبعا احنا عندنا اربع فولدرات، ورك ان بروجريس ده اللي بيبقى فيه الشغل، والشيرد ده اللي تحط الحاجه اللي هتشاركها مع زملائك في الشغل، وفي البابلش لما تخلص الشغل بتاعك تعمل بابلش للحاجه دي بحيث انها تروح لبقيه الشركات، وفي اركايف بنحفظ فيه الشغل كل فتره. طيب دي بقى من الحاجات المهمه قوي، بروجكت نيمينج كونفيتيشنز اللي هي طريقه تسميه الملفات. بيقول لك الملف ما ينفعش تسميه بالاسم دوت، يعني انت تسموه لي بروجكت 01، ما انت عندك كل المشاريع هتبقى بروجكت 01. لا، هتعمل ايه البروجكت؟ تمام، اسم المشروع ممكن تكتبه 3 حروف او 7 حروف زي ما انت عايز، يعني ليك طريقه تسميه. هو بيقول لك هنا اقصى حاجه 7 حروف، وده اللي هو بينصح بيه. تمام، ممكن تختصره وتخليه 3 حروف. وفي الاورجنايزر اللي هو اللي عمل الحاجه ديت، ممكن تديله كام حرف؟ ممكن تديله 3 حروف. وبعد كده ديسيبلين، تمام، الديسيبلين اللي هو مثلا ده معماري او شيء او كهروميكانيكال هياخد له من حرفين لاربع حروف طريق حسب طريقه التسميه، مش سايبها لك كده، لا انت هتتفق من الاول ان لو حاجه معماري هتاخد حرفين او ثلاثه او اربعه. تمام، انت تتفق عليها. وبعد كده الزون لو انت عندك المشروع متقسم لزونات، والليفل، وبعد كده الديسكريبشن. تمام، ده مثلا نموذج اهو لطريقه التسميه. اول ما تشوفه هتلاقي هو طبعا في جدول للحاجات ديت، ده هنا هيبقى ده البروجكت الاسم بتاعه، وبعد كده ده الموديل اسر اللي هو عمل للموديل، وبعد كده الام اتش اللي هو ميكانيكال. تمام، وبعد كده 14 ده الدور ال 14، وبعد كده ام ار حسب اللي هي الميكانيكال روم. تمام، فدي حاجه هنتفق عليها. ماشي، يعني احنا مثلا بالنسبه لنا ممكن تاخد دي كده اهي، وده هقول له لا ده الاسم ده ما يناسبنيش، هات كده فايل سيف از. البيمكشن بلان بقى فيها طريقه التسميه بالظبط هتسميها ازاي. خلاص ده كده اسم المشروع، وليكن مثلا اسمي اسم المشروع مثلا دريم. تمام، وبعد كده اسم الشركه اللي عامله الحاجه، وبعد كده ده اركتكتشر اي ار سي اتش. تمام، فيبقى انا عندي الموديل اول ما اشوفه كل الموديل هيبقى فيها كلمه دريم، لان كلهم نفس المشروع وكلهم ام 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 الشركه اللي عامله الحاجه، وبعد كده اركتكتشر او ستراكشر او ميكانيكال. فالموضوع كده بقى اسهل، لازم ادخل هنا في الاوبشن واعمل ميك ذس ا سنترال موديل افتر سيف. يبقى انا كده عندي سنترال موديل جديد هشتغل عليه اسمه دريم ام ام ارك سيف. طريقه تسميه الورك سيت، فهو بقى بيبدا يقول لك ايه هتسميها ازاي. بيقول لك هتسمي، لازم يكون في ملف اسمه لينك. تمام، تعمل تحط فيها اللينكات الاكستنشن شركات ريفيت سكتش اب، ده لينكات مؤقته لو انت في حاجه انت واخدها مؤقتا ومش هتشتغل عليها، تعملهم كلهم في لينك تيم. انا بقى بعمل ايه كعمر؟
بعمل ورك سيت لكل الحاجات اللي انا ساحبها، وكل واحده احطها على اللينك بتاعها. يعني عامل واحد للمعماري للانشائي، واحد مثلا للميكانيكا، واحد للكهرباء، واحد للبلومنج. ليه؟ قبل ما افتح اشوف ايه الورك سيت اللي انا، او ايه الملف السريف اللي انا مش عايزه، واروح اقول له لا ما تحملوش المره دي. يعني فرض مثلا انا مش محتاج دلوقتي كلاشات، انا محتاج بس دلوقتي بس الاستراكشر، اقول له افتح الاستراكشر وما تفتحليش الباقي، فبيبقى الفتح بتاعه خفيف، وكذلك الشغل. فعشان كده انا بعمل ايه في الورك سيت، بعمل كده اقول له في اكس ريف استراكشر، ولما احمل الاستراكشر احطه عليه، في اكس ريف للميكانيكا، ولما احط الميكانيكا اروح قايل له حطها في الورك سيت دي، فيبقى سهل ان انا اطفي وافتح قبل ما افتح المشروع. هو بيديك نصايح، هتقول لك مثلا ايه، اعمل ورك سيت اسمها انتريور، حط فيها الوول والدور والاوبننج، اعمل ورك سيت اسمها سايت وحط فيها كذا، اعمل ورك سيت اسمها باركنج وحط فيها كذا. تمام. الفيو نيم بيقول لك خلي بالك من طريقه التسميه، هتسميها بالشكل دوت. تمام. هتتفق على طريقه التسميه، بيقول لك كل الورك سيت كل الفيو نيم لازم تكون ابر. الفيو نيم بيفرق في ايه؟ بيفرق في الشيت الاسم اللي اتحط هنا، المفروض فيه تايتل وسلايد هو دوت اهو. فما ينفعش طريقه التسميه يكون فيها كلمه كوبي 1 ديت، فانت لازم تتعلم كده وتلغي كوبي 1 وتبدا تشوف منسوب الدور الارضي مثلا. بس لازم تفرق بينها وبين التاني، عشان لو هما الاثنين بنفس الاسم مش هينفع يشتغل. خليها مثلا مؤقتا واحد مثلا. تمام. بس دي مش صح. نبدا نيجي هنا نشوف طريقه التسميه اللي انت هتشتغل بيها. هو انت بتقول لك اتفق عليها بس تبقى ثابته. تمام. يعني لازم لو انت في كلمه، لو هو سيكشن يبقى في كلمه سيكشن، لو هو في كلمه كذا يبقى في كذا. احنا التسميه بالعربي فلازم برضه نعمل قاعده للعربي. هنقول له الفي نيم تايتل شيت هيبقى اسمه ايه، السكيل كذا كذا كذا. الفيو ليست، طب الفيو ليست دي نعملها ازاي؟ هتيجي هنا في الشيت وتعمل فيو ليست، هتيجي هنا وتقول له انا عايز نيو فيو ليست، وتبدا تشوف ايه العناصر اللي انت عايزها، زي الفيو نيم مثلا، زي الفيو تمبليت وهكذا. نفس الجدول اللي هناك تقدر تعمله هنا، بحيث تقدر تتحكم بسهولة في طريقة التسمية. الفيو تمبليت اللي احنا اتكلمنا عنها المحاضرة اللي فاتت برضه، بيقول لك ايه فيو تمبليت، بيقول لك هو بينظم شغل، بس قال لك ما قال لك برضه لو هي سيكشن خلاها سيكشن وهكذا. طيب طريقة التكست، بيقول لك التكست هاي هيبقى الارتفاعات قد ايه. تمام. اللاين ويت اتكلمنا عنها برضه في المحاضرة بتاعت التمبليت. عشان ما تعملش حاجه جديده حاول تلتزم بطريقه التسميه ديت، هي مره واحده تتعب فيها وبعد كده سهل عليك. بيقول لك كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس، هتتاكد ازاي ان المود بتاعك سليم، تاكد ان مفيش حد بيشتغل على ملف السنترال، وتاكد ان انت تعمل صيانه للموديل، وتاكد ان مفيش لينكات كتيره، ولو في رسائل وورنينج حلها. ال 3 دي كوردينيشن، ف بيبقى في طبعا اجتماعات عشان نحل الموضوع دوت، وفي حاجات لازم انت تشوفها بعينيك، وفي حاجات تانية بيبقى بنفس ووركس او باي برنامج بيجود لك الكلاشيت. هنا بيتكلم على اهم الاختصارات. طيب ده هو الشتات. طب لو انا عايز اطبع شيت او اطبعهم كلهم مرة واحدة اعمل ايه؟ هتعمل كنترول بي، وهتيجي هنا الجزء بتاع البرينتر ده بيختلف من طبعة لطبعة. يعني لما تيجي تدخل هنا بتلاقي مختلف تماما حسب الطبعة بتاعتك. دي كل طبعة بيبقى لها الإعدادات بتاعتها. كان زمان جدا في التسعينات لو أنت عملت برنامج لازم تحط كل تعريفات الطبعة في البرنامج بتاعك، فالبرنامج بتاعك يبقى ميجا وحاطط 100 ميجا تعريفات للطباعة، فكانت مشكلة. طيب أنت عايز دلوقتي تطبع بلاك أند وايت ولا كلر؟ تشوف الحاجة اللي أنت عايز تطبعها، اللي أو عايز تطبعه بالشكل ده بورتريت ولا لاندسكيب، عايز تطبع فرونت تو باك ولا باك تو فرونت. يعني لو عندك 20 صفحة الترتيب بتاعهم بيعمل ازاي. طيب الادفانسد هنا بقى هتطبع انت اي 4 ولا اي 0 ولا زي ما انت عايز. الجرافيك الجودة بتاعتها 300 كويس حسب انت عايز الغرض بتاعها ايه. طيب بعد كده هنا بيديني اختيارين، بيقول لي كومباين مالتيبل سيلكت فيو اند شيت انتو ا سنجل فايل. يعني لو انت بتديله ملفات كتيره جدا تتبع،
واكتر من ملف وعايز تطبعهم على بي دي اف، فهو هيحط لهم لك في ملف بي دي اف واحد او كرييت سيبريت فايل، يبقى كل واحده تتبع لوحدها. ماشي، هتقول له براوس وتختار المكان اللي انت عايز تطبع فيه. طيب انا عندي هنا برنت رينج، هيعمل ايه؟ كرنت ويندو، هيطبع الويندو الحاليه. فلما تقول له بريفيو هيبدا يطبعها لك بالشكل ده. طب قول له برنت وخلينا ندوس كانسل. لو انا عامل زوم مثلا على جزء معين وبعد كده قلت له برنت، هيبدا يعمل زوم على الجزء دوت. تمام، فبعد كده هقول له ايه؟ كرنت ويندو. وبعد كده عندي اختيار تالت اسمه سيلكت فيو اند شيت، ممكن تختار ملفات كتيره تطبعها بالشكل دوت. اول ما تفعل الخيار ده، الاختيار ده يتفعل معاك كرييت سيبريت فايل او كومبايل مالتيبل سيلكت مع بعض. طيب هنا بقى بيبدا يطبعهم واحده واحده. ممكن تقول له لا انا عايز ريفرس برنت اوردر، اعكس لي الحاجه. طبعا الحاجات دي بتتفعل معاك بالظبط لما تكون انت هتطبع مش بي دي اف، لا هتطبع على طبعة حقيقية. تمام، يعني لو اخترت مثلا طبعة حقيقية مثلا، مش طبعا بتعرف هنا دي، بس تقول لك كم مرة. تمام، ممكن تفكرها طبعة حقيقية، مفيش طبعة حقيقية عادي. طيب هنا بقى في السيت اب بيقول لك ايه، انت حاول تشوف اسم الطبعة اللي انت هتطبع عليها. طبعا دي طبعات وهمية. ماشي، طيب انت عايز تطبع اي 3 ولا اي 4 ولا ممكن تقول له مثلا عايز اطبع اي 1 مثلا، لو الطبعة دي فيها ايون، لا فيهاش ايون، حسب الطبعة. تقريبا الطبعات دي كلها طبعات صغيرة. طيب بعد كده بتقول له السورس بتاعك هتطبع منين، اوتوماتيك سيلكت. لو الطبعة حقيقية وفي اكتر من درج فهتطبع من اي درج، فانا بقول له اوتوماتيك، احسبها انت. هنا بيقول لك انت عايز تطبع من سنترال ولا من اوفسيت، يعني ممكن يوسط الشغل دوت ولا تلاقيه طبع لك جزء هنا في الهواء وجزء تاني مش موجود، فاحنا بنقول له سنترال. انت عايز تعمل زوم ولا عايز فيت تو فيجن؟ زوم بيستخدمها لما يكون فعلا انت عايز تطبع تو سكيل، فبنتاكد ان هي مثلا تبقى واحد لواحد او واحد لخمسين لو انت بتطبع تو سكيل. لو انت بتطبعش تو سكيل وعايز اللوحه كلها تظهر معاك، فهتقول له فيت تو فيجن. طيب الاورينتيشن بتاعك، هل عايزها بالشكل دوت ولا بالشكل دوت؟ تمام. طيب الهيد لاين فيو في ال ريموف لاين يوزنج فيكتور بروسنج او راستر بروسنج. طيب هنا الابيرنس بتاعك عايز تبقى جوده عاليه ولا الكالر؟ خليها كالر. هنا بقى في حاجات في الاوبشن بيقول لك فيو لينك ان بلو، هيبقى في كالر برنت اونلي، هيبقى اللينكات بالبلو زي ما انت عايز. الاختيار ده مهم قوي لو انت عامل ريفرنس بلان او ورك بلان يخفيه، لانه حابب يستخدمه في الشغل مش عايزينه يتبع معانا. هايد ان ريفرنس فيو تيك، يعني لو انت عامل سيكشن بس ما حطيتوش في قلب شيت فالرقم بتاعه مش ظاهر، فانا افضل ان انا اعمل له هايد، يعني في سيكشن تاخد بس هو ما اتحطش في شيت، فما دام ما اتحطش في شيت ما يبقاش الرقم، فانا بقول له اخفيه. طيب هنا هايد سكوب بوكس، لو في سكوب بوكس اخفيه. هايد كروب باوندينج، اخفي الحدود بتاعه الكروب. ريبليس هاف تون ويز سين لاين، اعمل ريبليس لاي هاف تون بالسين لاين. تمام، زي ما انت عايز. هتقول له اوكي، هيبدا يطبع معاك اللوحه بدون مشاكل خالص. طيب هو في الطباعه بيعتمد على الاعدادات والالوان اللي موجوده هنا. طيب لو انا قلت له انا عايز اصدر الحاجات، تعالى نقول له فايل اكسبورت، فلا عندي كات فورمات. كات فورمات فيها اربع امتدادات، الدي دبليو جي والدي اس اف والدي جي ان والاي سي اي اس. الدي دبليو جي ده اللي هو بتاع الاوتوكاد، دي اكس اف ده تبادل بين برامج الاوتوكاد، يعني في برامج اوتوكاد كتيره بتسيف دي اكس اف بحيث ان هو يتفهم في بقيه البرامج. بتلاقي برامج كتيره ما بتصدرش دي دبليو جي، بتصدر دي اكس اف. الدي جي ان ده تبع برنامج كان اسمه مايكرو ستيشن. وهنا الاي سي اي اس ده الامتداد من الامتداد بتاعت اوتوديسك لطباعه القطع في سي ام سي وهكذا. في دي دبليو اف ده انت بتطبع الحاجات ما تقدرش هو يعدل عليها، كانك انت بتطبع بي دي اف بالظبط، ملف متخصص للاوتوكاد وان انت تشوفه كل حاجه بس ما تقدرش تعدل عليه. الاف بي اكس ده مهم جدا لو انت عايز تصدر حاجه تشتغل عليها في الماكس مثلا. هنا الفاميلي تايب هيبدا سيف لك،
وتقدر تعمل سيف از، ودي افضل لايبراري، ويروح يسيف لك الفاميلي كلها بتاعت المشروع دوت بحيث ان انت تستخدمه في باقي المشاريع. عندنا ال ان دبليو سي لو انت عايز تشتغل على نفس وركس بتصدر ان دبليو سي. لما بتبدا شغل هو مش عايزك تشتغل على ملف ال ان دبليو سي، ولما تصدره تاني يحصل مشكله، لما بتشتغل عليه بيسافوا ان دبليو اس، وكل فتره بنحتفظ بنسخه دوكيومنتيشن اسمها ان دبليو دي. طيب بعد كده الجي بي اكس ام ال ده خاص بالتبادل الحاجات، بالذات مع برامج الانرجي. برامج الانرجي بتبقى بتاخد الجي بي اكس ام ال وتشتغل عليه. اي اف سي تبادل بين البرامج المختلفه، هنا خاص بقاعده البيانات ودي بي سي. الايمج اند انيميشن تقدر سيف الورك ثرو لو انت بتمشي في قلب المبنى فيديو، وسولار ستادي اللي هي دراسه الشمس وصوره، ريبورت اللي هي الاسكادوالات والروم اريا ريبورت. الاوبشن تقدر تعمل اكسبورت سيت اب دي دبليو جي بي اكس اف، دي الاعدادات. تمام، الاعدادات دي لو انت دوست عليها هنا اجيب لك الشاشه دي. الشاشه دي هنخش لها بطريقه فرعيه كات فورمات دي دبليو جي. بيقول لك بقى انت عايز تطبع ايه، عايز تطبع الفيو الموجود حالي، فتلاقي ده بس اللي بيتفعل معاك، او هتقول له ان سيشن وتقول له مثلا انا عايز كل الشيتات اللي في الموديل، او كل الفيوز اللي في الموديل، او كل الفيو كل الشيتات الاثنين مع بعض. انا شخصيا بفضل ان انا اطبع الشيتات لان هي بتبقى اوضح، لان بيبقى مكتوب على الجنب الشيت دوت اسمه ايه وتبع انهي شركه والتفاصيل كلها. تمام، طبعا لازم اغير الاسم للشيت زي ما احنا شفنا في الورقه اللي هناك، ولها طرق كتيره تسهل. يعني ممكن انت تكتبها كل شيت تكتب الاسم كله، وممكن تعمل الجزء بتاع المشروع ده في برامتر وبعد كده تكتب اسم الفيو. طيب خلينا دلوقتي نركز على موضوع التصدير. لو انا دخلت هنا في الاوبشن بيبدا يقول لي انك تقدر تسمي كذا التسميه، مثلا اكس الاسم كتب غلط فهقول له اكس اهو. طيب هنا حاجات خاصه بالليرات، بيقول لك انت ممكن تشتغل بكود معين زي الاي اي اي، زي الايزو، زي البي سي 2092. انت تبدا تختار الاصدار اللي بعد كده هيلاقي ايزو 19650، هيبداوا يضيفوا 19650. طيب فرض ان احنا هنشتغل بدوت، هيبدا يظبط لك طريقه التسميه وطريقه الالوان. تمام، هتلاقي بقى هنا كل حاجه متظبطه بحيث انها تتبع في اللي هي الخاص بيها. مثلا خلينا نشوف الوول اهو، موجود الوول هيبقى ايه لان هو اركتكتشر، وبعد كده 200 ام وول، وبعد كده الكالر اي دي. طيب ايه الكالر اي دي؟ خلينا نفتح الاوتوكاد عشان نفهم الكالر اي دي. تمام، هياخد وقت على ما يفتح بس مش مشكله. هنا اللاير موديفيكيشن لو انت عايز تظبط طريقه تسميه تانيه للليارات. لو انت دخلت في الوول هتلاقي ان هو كل حاجه موجوده في الوول عامل لها لير خاص بيها. تمام، تقدر بقى تخليها على نفس اللير او تقول له لا معلش دي هتبقى مثلا شورت ايم. فكده لما هيصدر هيصدر لك كل الوول على دي ما عدا الممبرز اللي هتديها اسم خاص بيها. الكلر ده هنا في البروجكشن وهنا في القط. يعني هنا لو الحيطه قطع في القط القطع بتاعي هياخد من هنا، لو هو انا بروجكشن فوقيه هياخد من ديت. طيب لو انت بصيت هنا وقلنا انا مثلا ستارت دروينج ودخلت هنا في اللير، هتلاقي الوايت مثلا رقم كام؟ 7. الاحمر رقم كام؟ 1. ده رقم كام؟ اهو 63. ماشي، وبعد كده ندخل في اللاينز. هو بيقول لك كل خط هيبقى ليه حاجه معينه. تمام، خلي بالك ان كلمه امبورت دي معناها ان في عندي مشكله، ان انا عملت امبورت اللوح وفجرتها وما حطيتش الحاجات بتاعتها في قلب اللير بتاعتها. في اسامي كتير ممكن تعمل لها الغاء، يعني كل دول ممكن يتعمل لهم الغاء. بنحاول ان احنا طول ما احنا شغالين اي حاجه اي خط زياده نلغيه على اساس ان هو ما يلخبطناش بعد كده. ما ينفعش يبقى انا شغال في الريفت يبقى عندي خطوط كتيره انا مش بستخدمها. تمام، لا لو في اي خط انا حاولت استخدمه وما استخدمتوش الغيه. الباترن فانا بخليه زي ما هو. التكست فونت كلر، الكلر هنا بيقول لي اندكس كلر اللي هو ان الالوان هتمشي على قاعده ال 255 لون. في اختيار تاني اللي هو بيقول لي ان لا اوبجكت ستايل هتبقى ايه ار جي بي، فده 250 شرطه 255 شرطه 255.
لا دي غلط. في لما بتيجي تطبع جربناها، لما نيجي نطبع مثلا مشكله، لما نيجي نطبع من الاوتوكاد يعني بعد ما صدرت من الريفيت للاوتوكاد بيجي تطبع بتعملها مشكله، فانت خليك في دي اضمن. السوليد بيقول لك لو في اي شكل 3 دي سوليد هيتبع بوليمش ولا اي سي اي اس سوليد زي ما انت عايز. اليونت خليها بالمليمتر، والكوردينيت لو انت شغال في ملف المشروع كله عباره عن مبنى واحد بيبقى انترنال اورجن، لو انتوا شغالين كوردينيشن واوا خليها شيرد كوردينيت لو اكتر من مبنى. هنا بقى الجينرك بيقول لك لو في روم او سبيس او اريا هيتبع بول لاين على الحدود بتاعتها، ماشي مفيش مشكله. لو في لاير او في حاجه لاير مش هتتبع نون بيتابل هنحط كلمه ام بي ال تي قبليها على اساس نبقى عارفين ان اللاير دي مش هتتبع. وهنا الاوبشن نفس الاوبشن اللي موجوده في الطباعه، الهايد سكوب بوكس هيختفي ولا لا وهكذا. الاختيار بقى الاخير ده مهم جدا، ديفولت اكسبورت اوبشن، شيل الاختيار دوت. الاختيار ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا عندي شيت وجواه فيو اطبعهم لي او صدرهم لي على كذا لوحه اوتوكاد، لوحه للشيت وكل فيو في شيت في اوتوكاد لوحده. فانت بعد كده لما تيجي تفتح هتلاقي ان انت محتاج تعمل تفجير او بايند للوحه ديت بحيث انها تبقى موجوده في لوحه اوتوكاد واحده. لو شلت الاختيار ده يوفر لك وقت كتير، هيطلع لك كل الشتات وكل الفيوهات اللي فيها في نفس اللوحه. وانا حاولت اخليها 2007 و2010 على اساس ايه مش بعد ما بتبعت واحد يقول لك لا انا ما عنديش الاوتوكاد القديم، خلينا شغالين على 2007. اوكي نيكست، كل الاوتوكاد دول هيصدروا. فانت تشوف الفولدر انت هتصدر فيه، وبعد كده تشوف بقى عايز انت تسمي شورت نيم هيحط لك اخر اسم اللي هو الاسم دوت، او انا عايز لا انت تطبع لي الاسم بالمشروع بكله. وعايز تطبع 2000 عايز تصدر اوتوكاد 2018 احنا اخترنا 2007، والاختيار ده لازم اشيل العلامه من عليه واقول له اوكي يبدا يصدر لي شغل الاوتوكاد كده. المفروض خلصنا، بس وانا بشرح قلت حاجه عايزين نشوف هتعمل ازاي، اللي هو ان انا اقدر اكتب اسم المشروع هنا. فانت ممكن تيجي هنا وتقول له ايديت فاميلي، تمام اهوت تمام. احنا عندنا اسم المشروع ايه؟ احنا لسه رقم المشروع ما حطيناهوش، فهاجي ان البروجكت نيم ده مش مظبوط صح. فاحنا قلنا رقم المشروع كام مثلا، ممكن تسميه اي اسم. خلينا نسمي مثلا رقم المشروع مثلا 1144، ماشي ده رقم المشروع. طيب انا عايز اسمي الفيو كلها تبقى رقم المشروع وبعد كده شرطه وبعد كده الاسم دوت. طيب خلينا نيجي هنا اهوت، هاجي هنا اديت، هلاقي ان هو ده شيت نمبر. شيت نمبر انا عايز اضيف حاجه قبل الشيت نمبر اللي هو البروجكت، البروجكت نمبر. فين البروجكت نمبر؟ البروجكت نمبر هبدا اخليه هو اللي فوق، واخلي بين ده وده شرط، ومش هخلي فيه بريك بينهم. اوكي تمام، ما تهتمش بطريقه التسميه، خلينا نخليها خفيفه عشان ما حدش يتخض بالشكل دوت. وبعد كده هقول له لود انتو بروجكت، هيبقى على طول بالشكل دوت تمام. ده شيت نمبر، شيت نمبر مثلا هنسميه 2021، وده البروجكت نمبر انا مش هعدل فيه تمام. لو تعدلت فيه هيعدل في كل الشيت وكل حاجه، فانا مش هعدل فيه البروجكت نمبر، انا عادل بس في الشيت نمبر، كل شيت بعدل فيه. طبعا نقدر نضيف اكتر من جزء حسب طريقه التسميه اللي احنا هنعتمدها في الشغل بتاعي تمام. يعني ممكن البروجكت نمبر يبقى هو كلمه دريم شرطه ام ام شرطه ارك، او ممكن ازاي نعمل الموضوع دوت بسيطه، ممكن تخلي البروجكت نمبر هياخد الكلمه ديت، او نحط بقى النيم بروجكت نيم. فين البروجكت نيم؟ بروجكت رامتر. فين البروجكت نيم؟ البروجكت نيم اهوت، هنسميه مثلا ده اسم المشروع دريم تمام. طيب وبعد كده احنا قلنا دي اسم الشركه كومباني نيم، هنخلي مثلا الكلاينت نيم مثلا اسمه مثلا عرب تمام. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له احنا عايزين
طريقه التسميه تبقى البروجكت نيم مش البروجكت نمبر، والاورجنايز الكليه نيم. طيب يبقى ده هينزل تحت، وده هيبقى هنا في شرطه وهنا في شرطه. يبقى البروجكت نيم بقى جاك كلاينت نيم وبعد كده شيت نمبر بالشكل دوت. طيب انا حاسس انها كبيره شويه، يبقى هدخل هنا تاني وهاجي هنا واقول له انا عايز في حاجه جاهزه اهيت. تقدر تغير الارقام دي لو انت حابب اهمت، تبقى بالشكل دوت. يبقى كل اللي هو هيبقى فيها دريم شرطه اقرب شرطه 2021. دي طريقه من طرق التسميه. انا بديك الافكار وانت بقى شوف حسب الشركه بتاعتك وحسب التسميه، احنا بنختلف من مكان لمكان.